صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، عندي لكم مقدمه ديال الفيديو، لاني ما كنتش ديما عندي لكم مقدمه ديال الفيديو. راكم عارفين مع الستريس وداك الشيء ما كتلقايش كاع الوقت. المهم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن وكاع جميع المهم الجزائر، المغرب، اي بلاد، جمعوا كلشي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال النهار، اتمنى الفيديو ديال النهار انه يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش انكم ديروا لي لايك البنات وتبارطاجوا البنات الفيديو. راني الصراحه محتاجه لهاد القناه بزاف، وراكم عارفين بها، حيت كل ساعه نعاود لكم وكل ساعه نشرح لكم، لانكم عارفين شكون انا وعارفين شنو انا وشنو كان. المهم كلشي راكم عارفين. كنت باركه اليوم، كنت باركه، وكنبقيت كنخمم ونقول نتفكر واحد ملي كنت صغيره. ملي كنت صغيره كانوا شي ناس طلبوا عليا، ودخلت للراود. كنت كنلقى في الراود واحد الشهر، دخلت قريت في الراود. واش غنقول لكم داك الشهر؟ الله الا بغيت نعاود لكم هاد المقتطف هذا من حياتي. كنت كنبقى باركه في الراود، الناس كيقراو باش تعرفوا بانني اش غنقول لكم. ملي كنت دخلت ديك المده للراود ما قريت ما والو، وملي خرجت من الراود علاش انا قريت راسي وقلت ما فهمتش. بحال الراود ما كنتش حامل انني نقرا فيك، كنت غنقرا راسي انا ونفسي. دخلت هاد مثل الراود بحال هكا كنقرا، ودايما ندوزها غير في النعاس. داك اللي كتقرا انا سميتها حسن، الله يذكرها بخير، كانت سميتها حسن. كانت واحد تبارك الله، كانت اي في الجمال البنات، كانت واحد الزهره وجهها بيض وفيها دوك النقاط كيتحمقني. وقلت لكم علاش دابا عاودت لكم، لاني كنت البارح نعسه وكنحلم بهذا النهار هذا، حلمت بيه هذا الشيء، حلمت بيه. وكان دايما تهود ما تخوي عليك غرف ديال الماء، دايما كديش تقراني تلقاني دونيات، بغيت تقريني تلقاني كندير بحال هكا ناعسه. ودايما دايما بعد راه اسر من الاسرار ديال حياتي اللي ما كنقدر نعاود حتى واحد. كنقول لهم كنت كنقرا، وما كنبغيش نقول لهم ما كنبغيش نقول واحد ما دخلش للدراسه، كنقول لهم دخلت للدراسه وقريت وكنبقى انا نكذب. هذا بغيت نسولكم واش هذا كيتسمى الكذوب؟ واش ما فهمت، لاني شي واحد اللي سولني في بر غيركم كنقول لي قريت في المدرسه وسميت الاستاذ ديالي مثلا حليمه وسميتها فاطمه. ما كنبغيش نطيح من قيمتي قدام شي واحد اللي ما كيعرف. انتم راكم خوتي وحبابي، نعاود لكم اي حاجه. قلت لكم البنات، ودايما كان دايما تخرج تلقاني انا ناعسه، يا دار بيبي في سرواليها. ربي تسمح لي الصراحه، كنت فكره اخرى غيكونوا كاع الناس دوزوا هذه المرحله ويني انا بزاف. واحد النهار ثاني كان عندنا امتحان، انا ما شهر وشهرين قريت البنات. موراها قالت لهم هذه ما باغاش تقرا عندي، هذه باين ما تعلمت حاجه جرات عليا، لان كانوا تجمعوا واحد الناس ودخلوني. قالها واخا ما عندهاش الوراق وداك الشيء دخلوها قراها وكيخلصوا مساكن عليا هما الرفض. يومي شنو نقول لكم البنات، كتجي كتلقاي دايره بيبي في سوا. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ المتابعين ديال اختي دنيا، كي درتو؟ لاباس عليكم، اش اخباركم؟ كنتمناكم تكونوا بالف خير، وانتم تشوفوا الفيديو ديالي ان شاء الله. معكم قناه ام عائشه للطبخ، حياه ام عائشه. كنتمناكم البنات تقبلوا عليا وتشرفوني في القناه ديالي. مرحبا بكم كاملين، كاع اللي جات من عند اختي دنيا مرحبا بيها، وما كرهتكمش البنات تجيو عندي وتشرفوني في القناه ديالي وتتابعوني ان شاء الله. مرحبا بكم كاملين والف مرحبا، وتحيه كبيره لاختي دنيا ام اسراء. الله يسهل عليك ويدركك ان شاء الله ما نويتي يا ربي، ويسهل عليك يا ربي ويفتح عليك ابواب الخير. هي اللي فتحت لي هذا الباب باش نقدر نتواصل معكم ونهضر معكم البنات. ان شاء الله بغيت لكم ربي يستر لكم تنتوما وتوصلوا ان شاء الله ما بغيتوا. كل وحده يا ربي، اي وحده اي بنت ناويه شي حاجه الله يدركها ان شاء الله ما نوات، والله يسهل عليكم البنات. ومرحبا بكم عندي في قناه ام عائشه للطبخ. هيا راه غادي تحطها لكم اختي دنيا في صندوق الوصف، ودخلوا عندي ان شاء الله ومرحبا بكم والف مرحبا بكم. وتحيه كبيره لاختي دنيا، صراحه ديك البنت ظريفه بزاف ومكافحه، الله يسهل عليها يا ربي ويعطيها منوات ان شاء الله، ويعطيها ان شاء الله شي مرتبه اللي عاليه بزاف، وتحسن الوضعيه ان شاء الله ديالتها. هادشي اللي كنتمناو البنات، ومرحبا بكم عندي في القناه ديالي، وشكرا بزاف بزاف ليكم وتبارك الله عليكم. ونتمنى ان شاء الله تشرفوني في القناه ديالي، وحتى نتلاقاو في القناه ان شاء الله بشي فيديو جديد. وغادي نخليكم البنات مع السلامه، تبارك الله عليكم. والمهم البنات كما قلت لكم، راه ما عطاتني حتى شي حاجه، شفت تقول عطاتني شي حاجه؟ والله ما عطاتني حاجه، غير هي من شحال هذه، والله الا من شحال هذه كانت كتقولها ليا. قلت انا اصلا ما عنديش مشاهدين بزاف، راه ما عنديش زعما ما عنديش شي كم هائل ديال الناس زعما اللي غادي، لانني براسي الفيديو كان لوحه ما كيتشافش ليا.
ولكن ما فيها بس واحد دارك مع بنيتك، ما فيها بس الملبس كما قلت لكم. هذه العشيه ندير شويه المسمن، ولو انه شنو نقول لكم المسمن ديال الزربه راكم كيجي حالته والله، ما جانيش زوين واني ما فيها بس. لان ما عرفتش كان شي ستة العشيه وما بقيتش عقلت شحال، وهنا راني سايره كنصاوب في المسمن وكنسمع مضاربه في الزنقه. المهم هذا هو، هذو هما الاحياء الشعبيه، ما عندنا ما نديرو. وغتشوفني بعد ما نخشي راسي مضاربه وانا نخلي المسمن ما تسديش عليه. قالت لي واحد البنت راه كتقتلني غير بالضحك، اختي راه الدرب فينا انا ساكنه، راه الا جيتي لي غتبغي تضحكي في نهار وفي الليل. ايوا هذا ما كان البنات، قلت لكم زربت على هذا بالزربه، درت لهم بحال هكا. ونتمنى الفيديو ما يجيكمش طويل، انا ما غاديش نخليه طويل، لان بعد المهم درت فيه البحث 23، قالت لي واحد البنت جا طويل، داك ما درت فيه ساعه على ربع بصح، ديك المره جا طويل هذيك بصح. وين راه بعد ما كيكونش طويل وكيقول لك هو جانا طويل، هو راه ماشي طويل. نورمال مورا 10 دقائق ولا طلعي الفوق 10 12 دقيقه 23 دقيقه، هادو كاع الحد الاقصى. صافي قلت لكم باش داك المهم تزربت عليه وما جانيش زوين، ما عرفتش علاش حد ديك المقله اللي عندي ماشي ديال المسمن، داكشي واقع علاش ما جانيش زوين. ديك البقله ماشي ديال المسمن، هذيك البقله كانت قالت لي وحده ناري اختي، كنت شي حدايا نعطيك شي مقله، هذيك البقله كتعيط. كنت فكره ما تكتبها لي فشي كومونتير، ما بقيتش عقلت شكون هي. وانا نقول لها اختي راه هي اللي عندي، ما عندي ما ندير نقضي بها. قالت لي ناري على مقله شحال كتخلع، قالت لك غادي يكون فيها جميع الامراض. قلت لها ان شاء الله دابا ناخذ مقله تكون زوينه، صبروا معايا. والله البارح كان طيب فيها، ونقول عندك ثاني تشوفها وتقول لي ناري دوني باقي ما بدلتيش المقله. ايوا باقي ما بدلناش البنات، ماشي خلاتها واحد البنت قالت لك ما عندك ما ديري دابا لا بما لا بوالو، تبقاي تشري في الماء هادشي اللي ما عندك ما ديري، الله تكفي مع راسك. ايوا البنات هنا هذيك المسطاش شدات ليا الكاميرا، غنرجع الكاميرا هنا حيت بغيت يبان داكشي كامل. هنا بغيت نبقى نقرص المسمن، المهم بقى نقرص المسمن ولو انني وحلت، تخيل وحلت حرت شنيا حرت. بغيت نبدا نقرص المسمن، وجاتني البوطه بعيده البنات، كنقرص هنا وكندير لهي. والصراحه اليوم المسمن مولف كيجيني بحال هكا، جاني بحال ما عمرني عرفت، اقسم بالله بحال هاد. تخيل واش البنات واش عمرها وقعت لكم بانكم كتجيو كتلقاو، واش تخيلوا البنات بان بعض المرات كتجيو وفي اليوم بحال ما عارفين والو. هاي ديالي انا يا راه شي شناهو راه والو اسراء كان مونتسكسي. المهم هذا مكان البنات كما شفتوا هنا راني كندير، وكيتقاب ليا بزاف. علاش غنقول لكم هاد القضيه، ان هذا هو المسمن ديال الزربه، نطب الزرب بغيت الزربين نديرو، كنت عمرت اتاي وتنوض ندير المسمن، ولكن البنات ما جانيش زوين، ما عرفتش شنو هو السبب. وكون كنت شي وحده اللي فيا تبعتي ما غاديش نبين لكم، وين انا بينت لكم الحقيقه بانه ما صدقش ليا وعادي، ماشي نقول لكم لا صدق ليا واعر هادي ونبين لكم شي مسمن نشريه، لا بالعكس نشارك معكم سوا خايبه سوا زوينه، باش انا نكون على طبيعتي، ما فيهاش الكذوب ما فيها حتى شي حاجه. صافي هذا مكان البنات، هنا هنا بقاو معايا المهم ان شاء الله، بقى نقرص نقرص نقرص. و المهم نتمنى لكم البنات انكم تبارطاجيو الفيديو وديروا مشاركه اللي طايحه بزاف. ناري البنات طاح التبصيل، جمع اسراء داكشي سير جمعيه في التبصيل ودخلي ليا. كان مونطال البنات كيوقعوا ليا الكوارث دايما، هذا الصراحه هذه هي الحياه الطبيعيه، ما كنحيد حتى شي حاجه معاكم، اللي كاين راه كنشارك معاكم. دخلي داكشي اسراء كامل وجيبيه هنايا. صافي قلت لكم هذا ما كان البنات، ملي قرصتها كنحطها اللي قرصتها، وزعما شوف ديك الميكا عرفتي الصراحه طلق زوين ولا جا مرخوف، ومن الاحسن دير في سيطره بحال هكا كتسد ولا شي حاجه، شي سيطره كتسد ولا شي حاجه باش يجيكم مرخوف بزاف. ومن الاحسن تعجنيه في الصباح وطيبيه في العشيه باش كيجيك زوين. انا ما طيبتوش في النص، ما عجنتوش في الصباح، ولا عجنتو في الصباح غادي يجيني زوين، هذا هو المشكل، ما عجنتوش في الصباح عجنتو شال العشيه. ايوا صافي هذا ما كان البنات. المهم بقيت على هذا الحال، بقيت على هذا الحال حتى داك الشيء كامل، وبديت في الطياب، ملي بديت في الطياب والمقله ما عجبتنيش مع ماشي ديال المسمن، كتحرق عرفتي كتولي واحد الريحه عرفتي. واش نقول لكم والله تخليت الفيديو مطلوق، قلت كل شيء شوفوه معايا اللي كانت يشوفوها معايا، باش ما يقولوش ليا دنيا كتخزني اللي بغيتي وتبيني اللي بغيتي. والسرعه السرعه خدامه، انتما شوفوا كنزرب هنا راه زربانه، وما عرفت كانت عندنا واحد المره كتحتت معايا وكنسمع فيها شنو كتقول، وكنبقى ندير بحال هكا نسمع اشنو كتقول ونبقى نقرص في المسمن، ولو انه ما غاديش نقول ليه مسمن. والله الا شنو نقول لكم، نبقى نموت بالضحك اقسم بالله، هي الضحك الضحك الضحك. المهم راه بقيت على حتى اذان ليا المغرب، ما بقيتش عرفت الساعه شحال، وصافي هذا ما كان البنات. المهم نتمنى الفيديو ديال اليوم انه يعجبكم وتبارطاجيوها البنات، كنبغي منكم تبارطاجيو ليا المشاهده عندي ضعيفه بزاف بزاف،
وبزاف ديال البنات الصراحه يتقلقوا مني يقولك دنيا دعميني، راه البنات فهموني، راه والله انا براسي ما خصني يدعمني. دابا نتوما الا كتدخلوا كتفرجوا فيا واش ما كتلاحظوش بانني انا براسي خصني يدعمني؟ واش ما كتشوفوش عندي المشاهده طايحه بزاف؟ راه والله العظيم انا المشاهده طايحه بزاف، امنوا بالله، لانني ما نقول لكم البنات علاش ما لاقياش اللي يدعمني، ما لاقياش اللي يبارطاجي ليا، ما لاقياش. كنشوف بعض القنوات لقاو اللي يعاونهم ولقاو اللي يوقف معاهم، انا والو، انا غير كيحتقروني ويعايروني، هذا هو اللي باش كيعاونوني، ماشي زعما نتوما حاشا ولله. ملي كنمشي ناكل شي كومونتير في شي قناه، فواحد شي كومونتير نقول ندخلوا عندي كيعايروني، فهمتي؟ وعادي، وحده قالت لك وصافي البنات، هنا جيت كنطيب نطيب السمنات ديالي وغنضحك، وكان لان عندي الفران لهي وعندي الكوزينه ديالتي هنايا اللي درتها، تشوفني نبقى نديها نبقى نديها نطيبها. وين الصراحه قلت لكم ما نخزن عليكم حتى حاجه اللي كاينه كنشاركها معكم وصافي. المهم كان المهم نعاود نحول الكاميرا هنايا، نخبز عاود تاني، نعاود ندي الكاميرا لهي، نعاود ممكن ندير شي حاجه باش غنصور لكم البنات، باش حتى نتوما ما تملوش مني، وحتى انا ما نملش من راسي. وداك الخبيزه البنت رئيس راه حطاته تما، اللي مبغيتش نلوح وش لقيتها حاطاه في الزنقه، وانا نجيبو تما باش نديرو معاه الخبز الكريم كنعطي لواحد المراه. وشوفوا حاجه كي دايره، وهذا داك الموسى البنت دايره بحال ديك الشريره ما تديوش عليا، راه ملي كنشقى قلت لكم كنشقى بواحد الوحشيه. شوفوا حوايجي كي دايرين، وتا كنصليت ما تشقى عاد اش ان شاء الله كنلبس حوايجاتي وكنبرك. والبنات هنا كنقلب في المسمنات ديالي ونجي تاني هنا ونجي هنا، المهم محاربه محلقة على الوقت. الحمد لله على كل حال، اللهم أديمها نعمة وأزلها من، سمحوا لي البنات نصلحها، اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال، اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال يا سيدي ربي. واللي كانت الحمد لله كنشاركها معكم، واي حاجه سوى بسيطه ولا تكون واعره ولا بسيطه كنشاركها معكم، باش نتوما ان شاء الله البنات كنتسنى منكم غير تدعموني، هذا هو الحاجه اللي كنتسنى منكم انكم تدعموني، ما تخلوش عليا البنات لانني محتاجه الدعم ديالكم، والله حتى محتاجه الدعم ديالكم. كل كون غير كل وحده تبارطاجي فيديو ديالي، كل غير وحده وحده عندي شحال، عندي 10000 10000 10000 و100 و100، تخيلوا هادو كاملين كون كيتفرجوا فيا كاملين وفي ليا كاملين وكيبارطاجيو كاملين، والله حتى نكون بخير. ويني قليله البنات، تخيلوا انكم ما كتفرجوش كاملين، انا عارف وليت عارفه شكون اللي كيتفرج فيا وليت حافظه سميتهم، نقدر نقول لكم سميتهم كاملين، ولكن ما باقي والله ما كيتفرجوا فيا. بغيتكم تدعموني حتى انايا، ما عنديش البنات باش غادي نمشي ندخل الجيف واي، ما عنديش، كنمشي عند شي وحده كنطلبها، كنهضر رئيسه في سميتها كنصاوب. المهم البنات سمحوا لي راه مع بنتي، كيما شفتوا البنات هنا شوفوا المسمن كي جاني ما تضحكوش عليا البنات، راه كنتسنى منكم شي دعم زوين، ما تضحكوش عليا. المقله البنات الصراحه ماشي ديال المسمن، والله تداوي معكم بصح المقله ماشي ديال المسمن، وفاني ما جانيش زوين فيها لانها اصلا هي ما كنطيبوا فيها المهم قليو فيها داك الشيء، وكنت غنوض ولو انني ما عنديش مقله غنوض ندير باي طريقه، ومحاربه مع الوقت واخا كوك راه بعدا واخا خرج ليا زوين، ولو انا حتى واحد ماكلاه معايا كليته غير انا اي حاجه كنطيبها كناكلها راسي ما فيها بس البنات. صافي انتما كيما شفتوا كل ساعات ضاربه كنبقى نطل 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 كليتي حدا ماكله تي حاجه تبرقيك دنيا حداش كديري. والبيجاما البنات شوفوا ما تقولوا حتى شي حاجه، راه غير كنشقى فيها غير ديال الشقه، باش نقول لي لابسه بيجاما عامره الماء، حيت كنشقى وما كنبغيش نبقى كل ساعه نلبس حاجه، فهمتي؟ هذا علاش البنات. وصافي البنات هنا راني طيبت المسمن داكشي، جيت عمرت بالراد ديال اتاي، ولو انا المسمن راه الصراحه راه كيبغي المقله ديالي، ما كانتش المقله ديالي الوجديه الحقيقيه راه ما يكونش مسمن، ولكن واخا كنت المهم قالك لا هما نعمش ولا نعمه. والحمد لله على كل حال، وكما قلت لكم في الاول الله يديمها نعمه ويحفظها من الزوال يا رب.